رغم تقديمه لأداء جيد ينهزم في اللحظات الأخيرة من المباراة. معنا إغفي غوناغ مدرب المنتخب المغربي. إغفي جيماجين كو فوزيت إغفي أتخيل بأن أملكم خاب جدا، خاصة أنكم قدمتم مستوى جيد جدا، لكن هدف في نهاية المباراة قلب كل شيء. سيخيب أملي في الأيام القادمة، لكن الآن أنا فخور، بالعكس فخور جدا بما قدمته هذه المجموعة. أنا سعيد بالتأطير وبكل من ساعدني وكل الطاقم الذي كان استثنائيا. اليوم أظن بأننا قدمنا أفضل ما لدينا، أقصى ما يمكن أن نراه، وكنا نعرف بأن المباراة ستلعب على التفاصيل مثل ما رأينا كرة ثابتة أو ضربة ركنية، لأن الملعب المباراة كانت مغلقة والملعب كان سيء. تهانينا للمصر، تهانينا أيضا للسيد كوبر لأنه منتخب جيد جدا في ملعب لعب سيء جدا، تمكن من اللعب جيدا رغم ذلك. إذا الخصوم القادمون لمصر يجب أن ينتبهوا، لأن مصر عادت. سيد إغفي، أظن أنه رغم هذه الخسارة وهذا الإقصاء كذلك، أنت فخور بمنتخبك والمغاربة فخورون وسعداء. الآن أصبحت هناك مجموعة منتخب حقيقي، هل أنت متفائل ربما لمستقبل هذا المنتخب؟ في بعض الأحيان يجب أن تخسر كي تتعلم وتحاول أن تتعلم من هذه الأخطاء وتبني عليها أشياء إيجابية، تكون أكثر تركيزا وأكثر تطلبا وتماسكا في اللحظات المفصلية. كما رأيتم، إذا ضربة ركنية في تقريبا آخر دقائق المباراة، الدقيقة 87، هذه هي كرة القدم ودائما ما نتعلم. وبسرعة سيد إغفي، هل أنت نادم على أي شيء في هذه المنافسة بصفة عامة؟ كلا، لست نادما على أي شيء، ربما نادم أنني لم أعطي سعادة أكثر للشعب المغربي الذي يستحق ذلك، واللاعبون يستحقون ذلك، والطاقم يستحق ذلك كذلك. هذا ما هو ندمي الأكبر.